بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. خلال الأيام اللي فاتت كانت الكاتبة المصرية صفيناز كاظم نزلت على صفحتها على الفيسبوك يعني إعلان بأنها بتنوي تبيع مكتبتها لمبلغ معين من المال، وبعدين تراجعت عن هذا الإعلان بعد ضغط من بنتها. والحقيقة هذا الموضوع بيفتح باب للسؤال حول ما يتعرض له الكتاب حاليا في مصر في ظل الظروف الحالية، وما الذي يجبر الكتاب خاصة على بيع مكتباتهم القيمة واللي بتمثل ليهم ربما يعني جزء من العائلة، لكن أن يضطر الكاتب أنه هو يبيع مكتبته وكتبه اللي كتبها بإيده أو اللي قرأها أو اللي جمعها عبر سنين طويلة بمجرد أموال أو بعض الأموال، فده أمر يستحق أن احنا نقف قدامه ونتكلم عنه مع فضيلة الشيخ الدكتور عصام تريمة. أهلا بك دكتور عصام. أهلا وسهلا بك أستاذ والمشاهدين الكرام. أهلا بك. طبعا أنا شفت حضرتك يعني كتبت مقال معلقا على هذا الموضوع شيخ عصام، وكتبت يمكن يعني استعرضت فيه كتير من الكتاب اللي تعرضوا لمثل هذه المواقف، سواء يعني أزمات مالية أو أزمات نفسية يتعرض لها الكاتب. فلو تعرفنا أكتر إيه اللي ممكن يجبر كاتب أنه يصل لهذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. في الحقيقة طبعا الناس تعجبت من الإعلان الذي أعلنته الأستاذة الكاتبة الصحفية والكاتبة المعروفة ذات القلم العميق والفكر المعروف لكثير من قرائها بالكتابة والمنشور الذي كتبته على صفحاتها على الفيسبوك أنها مكتبتي للبيع بمليون جنيه. وحتى سأل إنسان طيب إيه المفردات اللي كتبته، ليس عندي جهد لهذا الأمر، اللي يجي هو يشوف وخلاص ويشتري. ثم قالت إن بنتها يعني زعلت فتراجعت عن هذا الطلب. الأمر هنا ليس معنيا به الأستاذة صفيناز بالاسم بقدر ما هو الكاتب أو المثقف أو العالم أو صاحب المكتبة الخاصة متى يبيع مكتبته، متى يبيع الكتب الخاصة. الحقيقة طول عمرنا بنجد العلماء، نادرا ما نجد أحدا يبتاع كتبه، ما يبيع الكتب دي مسألة صعبة، حتى لو اضطر أن يبيع أثاثيات في البيت أو أشياء معينة أو يستدين، لكن تظل الكتب دائما عنده يعني لها معزة خاصة، بل ربما يعتبرها أبناءه، خاصة لو كانت المؤلفات التي ألفها. يعني كان دائما شيخنا شيخ القرضاوي رحمه الله وعدد من شيوخنا لما ألف كتاب يعني يقول ولد لي مولود جديد، ولما يسأل أي كاتب أي كتبك أحب يقول كتبك أبنائي، فلا أستطيع أن يعني أميز كتابا على الآخر. فالكاتب طبعا بيبقى عز ما عنده، يعني عامل زي بالضبط الشبكة بتاعت المرأة، إمتى تبيعها؟ لما يعني يبقى جوزها يفلس ويتحجز عليه أو لتأتي بشيء أكبر أو أفضل. نفس الحالة الشيء العزيز على الإنسان صعب جدا أن يتنازل عنه، لكن ومعظم الكتب كنا نراها للعلماء والمثقفين تباع عندما يموت، يعني مات والأولاد أو الورثة ليسوا من أهل العلم فبيبيعوا الكتب، سواء بقى الحد بيشتريها بالكيلو زي للأسف ما بيحصل، أو حد يجي يشيل، المهم أن ينظف البيت، ولو ادوله فلوس كأنه جاي يشيل قمامة عزكم الله، لأني لا يقدر الأبناء قيمة هذه الكتب. الكتب التي اشتراها صاحبها بالآلاف المؤلفة أحيانا يبيعها الأبناء بدراهم معدودة، بثمن بخس، دراهم معدودة، ويكونون فيها من الزاهدين في الكتب، وأحيانا يدفع للشخص اللي يجي يشيل، المهم يجي يعني يريح البيت من هذا العبء. هذا حال، لكن أحوال إن الناس الآن الكاتب أو المثقف قد يضطر وعايش ده قليل، وبيكون يعني شيء عزيز على النفس جدا. كثير من العلماء تعرض لهذه المحنة قديما وحديثا، في السلف وجدنا من باع مكتبته، وجدنا من اضطر للظروف في المعاصرين، منهم مثلا الأستاذ عباس محمود العقاد اتزنق في أزمة مادية فعرض كتبه للبيع وأعطاها لأستاذ الشاعر حافظ إبراهيم، كان صديقه، قال له خد اتصرف، قال أنا عزيز يعني صعب علينا أن أبيع كتب بإيدي.
فذهب حافظ إبراهيم وباعه ثم عاد إليه سأله بعتها فين؟ يعني كان عم بسلع قد عنده الآن متضخمة شوية وعنده اعتزاز بنفسه قوي يعني. فقال له بعتها فين؟ قال له على رسول الإزبكية. قال له أنا عباس العقاد كتب يتباع رسول الإزبكية، خد الفلوس رجعها وهات الكتب تاني. فاتكسف يروح، فراح العقاد للمشتري وقال له هات فضل أدي فلوسك هات الكتب. وعز عليه إن كتبه تتباع رسول الإزبكية، كأنه بينقل المشتري يعني. لكن كان العقاد طبيعته عنده هذه المسألة، ودرجة إن إحنا خسرنا تفسيرا معاصرا كاد أن يكتبه لولا يعني العقاد بيحبكها في أمور معينة مثلا، يعني راحوا له على موعد الناشر واللي اتفق معاهم على أنه يكتبوا تفسير عصري بنظرات عصرية للعقاد. اتأخر عن الميعاد 5 دقائق أو أظن 10 دقائق، فقال للخادم اللي عنده لما ييجوا اقفل الباب وما دخلهمش. كان معهم أنيس منصور فدخل بالوساطة ودخله يحاول يقنع العقاد، رفض قال له خلاص الموعد انتهى. فكان العقاد عنده المسألة دي، فمنها كتبه لما اتباعت عز عليه ذلك. ومع ذلك سبحان الله بعد أن مات بيعت الكتب، ووجدت في مرة شريت كتاب من مكتبة العقاد نفسه وفيها صورة يعني بالداخل وعليها إهداء يعني من صورة عائلية يعني. فأحيانا الناس لما حينما تموت تباع الكتب، وحين هو حي تباع عند الضيق. هناك حالات أخرى البعض يزهد في الكتب، لما يصل الشخص إلى حالة نفسية من الضيق من الصدود، يبقى نفسه مسدودة أو الصدود باللغة الفصحى يعني. فواحد يقول لك ده مقريف، وبعدين بقى في آخر حياته كاره لا عايز كتب ولا أحزنون، يقول لك شيل خد، سواء بقى إهداءات أو التخلص من الكتب. دي حالة بتصيب بعض الناس الحقيقة، سواء من الاهتمام بالشأن العام أو التفاعل مع الحياة وأحداثها أو التفاعل مع العلم لما بيتعرض لأزمات معينة، إنه آخر التعب وشقاه وعلمه لا يقدر مثلا أو يهان أو يساء إليه أو إنسان تافه يعلو عليه. وبعض الناس أحيانا حالته النفسية تسوء فيتحول إلى خلاص بقى يعني هذا، أو أشخاص أحيانا يغير التوجه. ونعرف حالات في ناس كانوا، ودي حالات عجيبة جدا في الجيل اللي مش الحالي اللي يعني يأتي بعد جيلي بسنوات مثلا، بعض حالات ناس كانوا في توجه فكري معين انتقل إلى فكر آخر. يعني أحد الناس كان عنده مكتبة ضخمة كل كتب الشيخ الشعراوي، تغير أفكاره أصبح لا عايز يقرأ للأستاذ محمد قطب وأستاذ قطب، فعرض كتبه للبيع لأنه غير أفكاره. في ناس تانية إلى النقيض مثلا، ده غير التوجه التخصص في نفس المكان. لا، في ناس غيرت التوجه نفسه. يعني رأيت من حالات ما بعد ثورة يناير وقبلها، 2 كانوا سلفيين بيقرأ كتب الحديث وعندهم كتب السنة، فجأة قلبوا ليساريين وشيعيين، وكانت أسماء قبل السلفية أبو فلان، الأسماء اللي دايما يعملها أخواننا السلفيين الآن بقى الرفيق فلان يعني. فقال طبعا تخلى عن كل كتب دي، جاب بقى دوستويفسكي على كتب كارل ماركس على القراءة اليمين على كل بقى ما يتعلق بالمذهب الجديد الذي ذهب إليه. دي حالات البيع للمعاصر أيضا. في جدة أحوال القارئ أو المثقف بيتخلص بالكتب بالبيع، طبعا سيبنا من الحالة الأمنية، واحد يخبي كتب ده بيخبيها ده على عينه دي، إنما اللي بيبيع منها مستجدات الحياة، الأدوات الحديثة الآن بقى الموبايل على الكتاب والأيباد على الكتاب صحيح، وكل الأدوات دي وبقى PDF، فأنت مش محتاج تشيل كل الكتب دي وهي عيب. فبعض الزوجات في البيوت تضيق بمسألة الكتب، ويبقى الكتاب يحنى خلاص الشقة مش مستحملة فلا نستطيع تخلص. يعني أذكر أحد أصدقائنا يعني من المثقفين الأتراك الكرفة، زارني ببيتي مرة لقى كتب، فقال لي أنا أحسدك. بقول له ليه؟ قال أنا ما أقدرش أدخل كتاب بيتي. بقول لي، قال لي البيت عندنا قرار، الكتب في المكتب، البيت للبيت. فأحيانا المستجدات الحديثة تخلي الناس لك ليه؟ ليه تزحم البيت وهي، والآن الشقق في العالم المعاصر مش زي زمان، الشقة الواسعة والبيت الواسع وأدوار، لا هي الشقة النهاردة بقت عاملة زي علب الكبريت،
الاوضه واللي عنده ولاد كبروا بيحتاج. طيب الاوض مش هتوسع، العيال حجمها بيكبر واهتماماتها بتكبر، والبنات في مكان والولاد في مكان، والاولاد كل ولد عايز اوضه. فده بيضطر بعض الناس احيانا الى التخلي عن الكتب. البي دي اف الان خلى شريحه من القراء تستغنى عن الكتاب الورقي. اعرف صديق او اثنين من اصحاب المكتبات واللي كانوا شريهين في شراء الكتب، طلع الكتب اللي عنده. ايه ده؟ قال لك على الايباد اعمل بيها، فاهداها الناس ما باعش، وباع القليل منها وباع منها. اذا في عوامل جديده ايضا بتستجد على الناس في على القارئ. بس في نقطه هنا يا شيخ عصام، يعني مساله بتهدد مساله الكتب الالكترونيه، لان انا انت عارف الواحد يعني عايش في بره، فمش متاح ليك انك تشتري كتب ورقيه، لكن فكنت بعتمد بصراحه في القراءه على الكتب الالكترونيه، حتى اشتريت الكندل وبقيه الادوات الثانيه اللي يعني عشان القراءه يعني. لكن خلال مثلا شهرين فاتوا ولا حاجه، يعني واحد احد الاصدقاء اهدى لي كتاب، فقرات هذا الكتاب. الحقيقه يعني الواحد اشتق بشكل كبير جدا، فكنت عايز اسالك على مساله سر الكتاب الورقي، يعني ايه المميز في الكتاب الورقي عن الكتب الالكترونيه؟ لا، في فرق بين الكتاب الورقي والكتاب الالكتروني كبير طبعا. اولا في عده امور، حتى لو بي دي اف، حتى لو طبعا ده جزء منه، ان الموسوعات الموجوده زي الموسوعه الشامله زي موسوعه كذا اغنت الناس على الاقل عن كتب مش محتاج تجيبها. يعني في التخصص مثلا، واحد في علم تفسير مش محتاج يجيب تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير والالوسي والقاسمي والمرار مثلا والرازي، كل ده لما يبصها مجلدات ضخمه. طيب بالنسبه له هو عايز تفسير الآية الفلانية، هيروح كاتب الآية هيطلع له وكوبي بيست لو هو بيبحث كباحث. هذا من حيث الجهد البدني وفر عليك، صح ماشي. لكن تعالى، هل هذا الموقع أو الموسوعة اللي مكتوبة وورد دقيقة؟ الحقيقة بنجد أخطاء قاتلة، ولذلك كتير من المناقشين في الدراسات الماجستير والدكتوراه المشرفين والمناقشين بيعتمد على الحكاية دي. يروح زارق الباحث في ايه؟ ايه النص ده؟ يقول لك والله من كتاب فلان، وماشي الطبعه صح والاشاره ليها صح، لكن الكتاب ما فيهوش الجمله فيه غلط. ولو كانت بقى في علوم دقيقه زي اصول الفقه والفقه، على بقت تقيله، اللام بقت حاجه تانية خلاص، ودي حروف لكل غير على كل، لكل ان يجوز على كل ان يجب، عليك ان يجب عليك، لك فرق لك عليك، حروف ومع ذلك تفرق في الحكم. فهنا في فرق طبعا. اثنين، الكتاب فيه ميزه مهمه عن البي دي اف وعن كم. انا ما بقولش مرفوض البي دي اف والكلام ده، بس ليه احنا بنشتاق لده؟ ايوه، اهل التخصص والعلم اللي نشا على القراءه، لا عنده نوستالجيا العلم الحنين. الكتاب ده قراه وهو في ثانوي، قراه كذا، الكتاب بيحب يقرأه نايم مسترخي قاعد، يألف فيه، يحط لازقة يعلم عشان عايز يرجع للنقطة دي بعدين، يحط خط ماشي. بعض البرامج في الأيباد دلوقتي والتابلت فيها القلم الإلكتروني وتعلم، لكن هتشوفه وين؟ دي برضه نقطة تانية. الأمر الأهم هنا إن الكتاب لما بتقرأه تقتنيك، نقطة مهمة جدا، لما بتقتني الكتاب أنت بتقرأ الكتاب كعلم، اللي انت المبحث اللي عايزه واللي مش عايزه. يعني انت جايب كتاب خلق المسلم محمد الغزالي او فقه السنه، فقه السنه للسيد سابق مع حفظ الالقاب، هتعمل ايه؟ هتقرا من باب الطاره وانت طالع، او تقرا مبحث فيخلص يجرك لمبحث عايز مساله معينه، لمس المراه ينقض الوضوء ولا لا، هتروح قاري بعديها الدم، مس الذكر، هتلاقي حاجات انت مش عايزها فانت استفدت. عيب البي دي اف وعيب الموسوعات الالكترونيه، انت عايز نقطه معينه بتكتبها بتقراها هي وبس بس. واذكر استاذنا المستشار طارق البشري رحمه الله، كنا بنتناقش في القضيه دي، مش في قضيه كمان البي دي اف والعلاقه، لما كان بيسالني عن انت عصام قرات مجلات الاخوان ودورات الاخوان والمجلات والدورات القديمه، قلت له، قال لي حسيت بفرق لو انت بعت حد يصور لك المقال اللي انت عايزه؟ طبعا فرق ضخم جدا. قال لي ايه؟ لانه بياكد حاجه عنده. قلت له اولا لما ابعت حد انا عايز مقاله بيروح يدور على المقاله اللي انا عايزها وبس،
فبيقلب يقلب يقلب آه بس المقالة صور. طب تلاقي المقالة منزوعة من سياقها أولا ما تلاقي. لكن أنا لما بدور بقرأ في الجريدة أول صفحة أخبار سياسية إيه الرئيس الفلاني يعمل كذا الحرب في مش عارف إيه اللي بعدها تلاقي أخبار الفن فتشوف فأنت عديت في هذا العدد من الجريدة والمجلة على المجتمع وتفكيره الثقافي والسياسي والاقتصادي. فجاي مقال الكاتب ده اللي هو انت نزعته من الحياة طلعته ككائن ميت. لكن لو قرأت المقال في سياق الحياة عرفت الكاتب ده كتب المقال ده ايه وتأثرا بايه واثره ايه ولماذا والحياة كانت فين وهو فين. هل كان الكاتب ده منعزل عن الحياة ولا متماشي معاها. كل ده ما تقدرش تعمله لو انت مش قارئ النص نفسه اللي هي الجريدة نفسها. نفس الحالة البي دي اف اللي انت عايزه بتجيب. طب مش عارف الباقي خلاص. انما الكتاب بتقلب في الفهرس يجيبها تروح تقرأ وبعدين وانت بتقرأ جرك المعلومة 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 المعلومة. فالنفع اعم في الكتاب من الوسائل التالية. ليس تقليلا منها انما لازم نعرف متى نستخدم الورق ومتى نستخدم الوسائط الالكترونية الاخرى. اي نعم. طب في نقطة هنا شيخ عصام, يعني أحيانا الواحد لما يجي يقرأ كتاب, أنا بسود الكتاب الإلكتروني يعني, بيكون مكتوب في الأول إن هذا الكتاب لا يجوز نسخه بأي شكل من الأشكال وما إلى ذلك. الموضوع بقى إن أنا مثلا كقارئ عبر الإنترنت أحيانا ما بدفعش فلوس في الكتاب وبقرأ الكتاب لكن مش بنسخه أو مثلا بنشره في دار نشر بس مجرد على الإنترنت, هل في مشكلة شرعية في الموضوع ده؟ يعني إحنا دي قضية مثارة وموضع نقاش بين المشايخ المعاصرين, لأن ما كانش القدامى بيقولوا الكلام ده. القدامى زمان لأن الكتب ما كانش فيها حقوق تأليف زمان يعني كان زمان وكان الإمام الشافعي يقول وددت لو أن اسمي لم يكتب على كتب وانتفع بها الناس جميعا. هنا ده نية الشخص. لكن طبعا ودد لو انتفع لكن بتنسب للشافعي, ولأن الكتب قديما ما كانش تدر مالا. كان بيدر المال على الناس الشاعر يقول قصيدة في حاكم فيرمي له كيس ذهب. إنما الفقيه راح هرد الحاكم فتوى في إنه باطل في العمل الفلاني هيدي له إيه ده من ربنا أنا ما طارش نقبته أو بتاع سلطة. بس هو في النهاية الكتاب ما مش كتاب ورائي حتى لو كان بتاع سلطة. الكتب كانتش زمان لهذه الحقوق يعني, ولذلك لم يناقشها العلماء قديما لأن ده من المستجدات ومستجدات قانونية. لما نلاقي مثلا على كتاب الظلال في الطبعة الشرعية الوحيدة مش يعني يوصل الشرعية يعني الغير حرام لا يوصل قانونية, لكن تحط صيغة دينية مش مقصود بها ده يعني. فمقصود هنا حقوق الطبع محفوظ المؤلف, مقصود هنا عند البيع والشراء. طيب متى يحل ذلك ويحرم؟ والله الأصل الناس عايز الكتاب ده سلعة بيشتريها. طب اللي ناسخ عمل الكتاب بي دي اف هل استأذن؟ لأن لا وهل ماذا المؤلف لا هذا الحق. هنا الفقهاء قالوا والله يا جماعة إذا كان إنسان عاجز عن شراء الكتاب ورقيا لغلاء سعره عليه واحتاج فإذا يقرأ دون أن ينشر ويعمم على غيره. بس ففي هذا النقاش بين من يمنع. طبعا المؤلفين والمشايخ وأصحاب الكتب يقولك لا وحرام وحقنا بيضيع, وأصحاب المواقع البريف يقولك لا حرام ليه, وأصحاب دور النشر اللي بتتأذى وتتضرر لأنه طبعا الكتابة تعب في مؤلف واحيانا بيتسجن ويتحبس وربما يتشنق عشان الكتاب بالمناسبه يعني. وبعدين يجي الطالب الناشر خد الورق ده اللي بخط الايد وده لحد يطبع على الكمبيوتر وحد يدقق ويصحح وان حد يعمل غلاف وحد يصمم ويشوف الكتاب هيبقى حجمه قد ايه والطباعه والشكل وبعدين كلك قبل الطبع ثم تجليد ثم اذن بالرقم ايداع ثم نشر ثم توزيع حتى انه يوزع. ففي عملية مالية تجارية تكلفها الكاتب والناشر والبائع. فانت جيت على السهل كده اخدت الدنيا. فهنا لازم تتوزن وتنضبط المسألة ان في كتب خلاص اصبحت دمها مفرق على القبائل ومش انت اللي عملتها خلاص لا اثم في ذلك. انما في كتب لا لازال حقها محفوظ لصاحبها له ذلك. المسألة طبعا يختلط فيها الحق بغير الحق وكتمان العلم بالحقوق الشخصية والمعنوية فيها هذا التداخل.